السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أجرف لون نجمة السماء، وسنواصل إن شاء الله مع نصائحنا حول هذه الأمراض التي تنتشر الآن في كل المجتمعات وبكثرة وبقوة. وهذه الأمراض يعني تفجرت بعد أزمة 2019، وهناك أمراض جديدة الآن تظهر، وتكلمنا عن الأعراض الغريبة التي الآن الناس يتكلمون عنها ويتحدثون عنها لكن لا ينتبهون لها في نفس الوقت. هذا العياء الشديد، وهذا يعني الكسل والخمول والركون إلى النوم، والألم وانتفاخ الرجل ووخز في العضلات، يعني الألم، إحساس بالألم. وتكلمنا كذلك عن اختناقات وعن القلق والضجر، وهذه أعراض الآن ظهرت على الناس وبكثرة وفي كل البلدان، شيء غريب. ثم يعني تكلمنا عن السرطانات، لأن يعني نسبة السرطان الآن في زيادة، يعني لا إله إلا الله. وكذلك الأمراض المناعية الذاتية التي تكاد تصيب جميع الناس. أنا قلت تكاد تصيب جميع الناس الأمراض المناعية الذاتية، يعني شيء غريب. وحتى أنني بدأت أسرع في هذه المعلومات، ويعني فيديو في اليوم أظن أنه كافي لكي علي السرعة التي نمشي بها. يجب أن كذلك أن يفهم الناس هذه المعلومات وأن يجدوا الوقت لكي يهضموها كذلك، وشيء مهم جدا. فمعذرة، ويعني والله معذرة، أتوقف في هذه الحلقة لأوضح بعض الأمور. لا، يجب أن أوضح، لأن هناك يعني معلومات كثيرة، وهناك تضليل وكذب يعني وظلم كذلك ينشر هكذا. فيعني أولا، الدكتور محمد فايد ليس له قنوات. دكتور فايد شانل فقط، كان دكتور فايد بلاتفورم، الآن وقفتها في انتظار، يعني إن شاء الله في انتظار فصل الصيف أو بعد فصل الصيف، لكي تكون معلومات أخرى، لأنني أفكر الآن ربما يعني كي الفرنسية والإنجليزية الآن لا أقدم أي شيء بهذه اللغات، وأنا لدي لغات، ويجب هذه المعلومات أن تصل إلى كل الناس، وليس لا الآن، والله إن شاء الله يكون خير. فليس لدي قناة أخرى. دكتور فايد بلس ليست قناة الدكتور محمد فايد، قناة الوحيدة هي دكتور فايد شانل. الله يجزيكم بخير، يعني يساعدون كذلك، أنتم ساهموا كذلك في الخير، لما لا. ليس لدي صفحة باللغة العربية على الفيسبوك، الدكتور محمد فايد يعني بالعربية، ليس لدي صفحة باللغة العربية. وحساب الدكتور محمد فايد عنده الشعر الزرقاء، يا عباد الله، شيء من الوعي. والناس يعني لا إله إلا الله، شيء من الوعي، شيء من الوعي. هؤلاء يضحكون علينا وعليكم. الحساب الدكتور محمد فايد في محمد فايد بالشارة الزرقاء، وتابع عليه الصفحة، لأن الصفحة كتكون تابعة للحساب. كاين حساب محمد فايد وكاين الصفحة دكتور محمد فايد، والحساب عنده الشارة الزرقاء. الصفحات الأخرى كلها مزورة، كلها مرتزقة منصات التواصل الاجتماعي، وعديم الضمير وعديم الأخلاق والتربية. لما تنعدم التربية والأخلاق ينعدم كل شيء، كل شيء. يصبح الشخص يعني كارثة، يصبح الشخص كارثة، يصبح الشخص هو الشر بنفسه. فيعني هذه أريد أن أوضح، ليس لدي صفحة باللغة العربية على الفيسبوك، وصفحتي على الفيسبوك معروفة يعني، وأنا أنشر فيها فيديوهات دكتور محمد فايد. ثم ليس لدي قناة أخرى، قناة الوحيدة للدكتور محمد فايد دكتور فايد شانل، الله يجزيكم بخير. حساب على تيك توك، الحساب الحقيقي فيه أقل من 1000، حساب الحقيقي لدكتور فايد. حسابات المزورة فيها 100,000 دكتور فايد. الانستغرام الحساب الحقيقي فيه 20,000، الحسابات المزورة فيها 60,000. ماذا نعمل؟ نحن نعيش في بلدان فيها تفاهة وسفاهة، فيها انعدام الأخلاق والتربية، ماذا نعمل؟ وهذه بلداننا يجب أن نعيش فيها وأن نصلح ما أمكن، يجب أن نصلح كذلك. ماذا نعمل؟ أنا سبق في فيديو وقلت بأن سلقوط، سلقوط بمعنى الكلمة، لا أخلاق له ولا تربية له، يعمل فيديو على دكتور، يشهر بدكتور، والناس يتبعونه. والغريب أن بعض الأشخاص الذين يشاهدون بالدكتور محمد فايد عندهم مشاهدات أكثر من الدكتور محمد فايد. انظروا المجتمع، ليس أنا، مهم أنا لا تؤثر، والله لا تؤثر في هذه الأشياء. أنا أقسم لكم، دكتور محمد فايد يعني أعطاه الله قوة داخلية، الله أعطاني قوة داخلية، هكذا خلقني الله.
فيعني لن لا لا ينال أي أحد من هذه الأشياء، لكن أنا أوضح للناس فقط بأن لا تنزلق. ثم يعني ثانيا هذا شيء مهم، لأن يعني هناك أشخاص يتبعون بعض الدكاترة وبعض الناصحين آخرين، وأنا سبق وقلت بأن الأشخاص اللي يتبعون أشخاص آخرين، أنا لا ألزمكم بنصائحي ولا أطلب منكم بأن تبقوا في القناة ولا أن تنخرطوا، وليس هناك شخص في العالم يقول للناس اتركوا القناة، لا يوجد، لا يوجد أي يوتيوبر الآن كيبقى ينتفخ عليكم اللي كيشوف عدد يعني عدد المنخرطين بدا ينخفض، الناس ينسحبوا كيبدا يعتذر، بحال هذاك الشخص اللي تكلم على انتقد واحد الشخص لانه تكلم على الشيخه، ملي شاف الكهنوت كان يعني يتركون القناه اعتذر اقارضا وليس القيم. لما يكون المال اكثر من القيم لا وجود لك. تعلم الشباب، تعلم تكون عندك قيم ولو ما عندكش مال، يكون عندك قيم، القيم هي كل شيء، ليس الدين، القيم. لما المال يكون أكثر من القيم فالشخص لا يوجد. حتى استشلحيت نسوس هذه وريوجد. فعليهم تعلموا بعض الأشياء، الله يجزيكم بخير. فسبق وقلت أنكم إذا كنتم تتبعون بعض الناصحين آخرين فأتركوا القناة، لكي علينا ما نريد هو أن تحسوا بتحسن وأن تكون صحتكم جيدة. إذا تبعتي شخص، تبعتي نظام كيتوجينيك وأعطى تحسن جيد، لا والله إذا كما نريد أترك القناة فقط، خلينا عليك. وإذا تبعتي شخص ينصح باللحوم وترك الخضر وقلت بأنه جيد، يا سيدي بارك الله لك في صحتك، جيد تبعه ولكن ترك القناة، الله يجزيك بخير، ولا نريد انتقاد منك ولا نريد أي شيء، ترك القناة فقط، والله أظن أنه أدب. يا أخي شخص، هناك شخص عمل نظام سماه هكذا لا أدري، وينصح الناس باللحوم وبأن يمتنعوا عن الخضر وعن الفواكه، يعني هذا مخالف للطبيعة، مخالف للقانون الطبيعي، فاتبعه يا أخي اتبعه، حسيتي بتحسن وعجبك جيد، لكن ترك القناة وترك محمد فايد وحبس علينا في المك فقط. إلا تبعتي الكيتوجينيك وعجبك وعطاك تحسن جيد يا أخي، جيد والله جيد، صحتك جيدة كما نريد، بارك الله لك في صحتك، ترك القناة فقط، تركنا في حالنا فقط. نصائحنا فريدة، نصائحنا خاصة بنا، طريقتنا خاصة بالدكتور محمد فايد، لا توجد عند أمريكي ولا عند روسي، عندي طريقتي الخاصة هكذا، هذا اكتشافي، هذا بروتوكول دكتور محمد فايد، هذه أبحاثي، هذا علمي، ولا أبيع ولا أشتري. الدكتور محمد فايد لا يبيع ولا يشتري ولا يستقبل، وليس له مكتب ولا شركة ولا معشبة ولا أي شيء، عنده الثياب اللي لابسها، ولا يعمل إشهارات ولا دعايات ولا بروباغندا، هذا الدكتور محمد فايد. وحتى لما كنت ألقي محاضرات ولا زلت، ما سبق أن أخذت ريال واحد من أي محاضرة، وعملت 465 محاضرة في جميع مدن المملكة، حتى الداخلة والعيون وبوجدور والسمارة وحتى طرفايا وطنطان وهذه المنطقة الجنوبية، وكذلك المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الوسطى، جميع مدن المغرب، حتى يعني الدواوير الصغيرة، حد ولاد زبير وكلاز يعني في تاونات، وحتى يعني هاد المناطق يعني هذه في سيدي وعزيز، زاوية سيدي وعزيز، هذه في ولاد برحيل، يعني مناطق، حتى لقيت محاضرات في مناطق نائية. وما عمر شي شخص أعطاني ثمن الوقود للسيارة ولا حتى أتأمن تذكرة، فقط لما يكون السفر بالطائرة في العيون والداخلة الإخوان خلصوا أدوا ثمن الطائرة فقط. طبعا الأكل هذا ما نحسبوش، لأن ضيافة المغاربة كياكلوا على بعضياتهم، لكن أطلب للناس مال أو أخذ مال، ما ثبت ما سبق يعني، وأتحدى أي شخص يقول بأنني أخذت منه ريال واحد. هكذا خلق الله الدكتور محمد فايد بهذا القلب، ولكن وضع فيه قوة داخلية. الدكتور محمد فايد لا يبيع ولا يشتري ولا يعمل بروباغندا ولا، ولو أردت أن أكسب الملايير لفعلت، وأنتم تعلمون لو الدكتور محمد فايد كانت عنده عيادة في المغرب ولا خارج المغرب،
لكن الناس يأتونه من كل بلدان العالم، وأعالج الناس، لما لا أعالج الناس وأكسب المال؟ لكن لا بارك الله لي في مال أكسبه من مرض الناس، لا بارك الله لي في أي شيء يعني أكسبه من ألم الناس، لا فيلا ولا سيارة فخمة ولا سفر إلى أمريكا ولا، لا بارك الله لي في شيء أكسبه من ألم الناس. هكذا خلقني الله. كثير من الناس حاولوا أن يقنعوني بأن أعمل وأعمل وأعمل وأعمل، لا، دكتور محمد فايد يقرر لنفسه ويعرف كيف يعيش، هذه فلسفتي في الحياة، الله يجازيكم بخير. ولكن أوضح بعض الأمور، كاين الدكاترة الآن ينصحونكم جيد يتبعهم، لكن هادو اللي كانوا ينصحونا في المغرب بعدا كانوا ممرضين، كانوا الآن ممرضين في المغرب ينصحون الناس، عملوا منهم دكاترة، ويعني الإذاعات هذه الخاصة والإذاعات العمومية والتلفزيون، وعملوا منهم دكاترة واختصاصيين، وحتى واحد يدير لي بروفيسور، يعني واحد كاتب لي بروفيسور، هادو ممرضين كانوا ينصحوا الناس، الآن انقلبوا إلى تجار، بداو كيبيعوا المنتوجات. والدكاترة اللي كانوا ينصحوكم الآن البزنس، كيبيعوا الخماسي، كيبيعوا المكملات الغذائية. ولذلك أوضح، الله يجازيكم بخير، إذا تبعتوا الطريقة ديال وعالجتوا السرطان، والله إذا كما نريد جيد، لكن تركوا قناة دكتور محمد فايد، ترك، أنا أعلم بأنه من المستحيل أن تعالج السرطان بالخماسي، وإذا شخص شاهد شهادة فهو يشهد الزور، السرطان توقف لأنك تتبع النظام فايد الغذائي، لما تتجنب المصنعات المعلبات السرطان يتوقف، وليس المال الذي أخذ منك هذا الشخص. تقول لك دكتور نصحني وعالج السرطان، ولكن باع لك خمسة المنتوجات، باع لك خمسة المكملات، وستة وربعة وثلاثة واثناعش وتسعود. هناك دكاترة يبيعون ويشترون بزنس، ولكن هناك أصحاب العلم، والعلم لا يباع ولا يشترى. القيم أقوى من المال، القيم أقوى من المال. حتى في بعض إخواننا في البلدان الشرقية كانوا ينصحون الناس ويستعملون آيات قرآنية وأحاديث وكذا إلى آخره، سيد كاننا الآن يعملون إشارات ويبيعون منتوجات، يبيعون منتوجات البروستاتا، السكري، هذه هذه خلطة السكري لوحدها كانت تكفيني لأكسب المال، خلطة واحدة، وصفة واحدة، والناس كلهم سووا السكر في الدم بابتسامة وبلا شيء. هكذا يكون العلم. ولذلك أردت أن أوضح لكم هذه الأمور، الله يجزيكم بخير، لا تبقوا رجل وري هنا ورجل هناك، يعني الدكتور فايد لا يبيع ولا يشتري، لا تبعتوا شي شخص كيبيع ويشري معكم، كان كينصح من قبل بدا كيبيع ويشري، كلهم كانوا كينصحوا بدا كيبيع ويشري، الآن بيزنس ماني إيقاريضا، أمدو كالينو إيقاريضا فقط، غاسو كان الإنسان يفهم شوية الأمور كيف تمشي، لأن الناس كنت أعرف تعلمون جيدا أن الإله الذي يعبد بدون شك هو المال، ولا يبقى واحد ينافق الإله الذي يعبد بدون شك، يعبد بيقين، هو المال. المال لما شخص يعمل لحية ويصلي العصر، يخرج من المسجد ويبيع زيت زيتون مغشوش، ويبيع عسل مغشوش، ويكذب على الناس، وعندك البرد القديم والبرد الجديد، وعندك البروستاتا، وعندك هذه، المال أصبح أقوى من القيم، ليس الدين. هذه الأمور التي أريد أن أوضحها. دكتور محمد فايد ليس له صفحة على الفيسبوك باللغة العربية، وعنده صفحة واحدة انتبهوا، والحساب الحقيقي على التيك توك هو فيه أقل من 1000، ولا يبيع ولا يشتري ولا يعمل بروباغندا ولا شيء. الأشخاص اللي تابعين دكاترة آخرين لا يخلطوا معلومات دكتور محمد فايد مع هؤلاء، أن يتركوا القناة ويتركونا، ونحن نعلم بأن من المستحيل أن يعالجوا الأمراض بهذه المكملات، أسبيرولينا، الفطر الريشي، هذه تناولت هذه وهذه، يعني بلا بدون أن ولا تشتروا أي خلطة من عند أحد، لا يضحكون عليكم، لا يستغبونكم، لا يضحكون عليكم، لا يستغبونكم، لا يضحكون عليكم. لازلنا في عصر الناس يشريوا خلطة بأن تعالج السرطان، والله يعني والله له شوية الوعي، وعاو وعاو يا عباد الله، وعاو شوية، وعاو وعاو. كاين بائع الأعشاب يبيع الأعشاب فقط، ولكن يولي معالج ويولي شيء آخر، ما التجارة حلال ما كانش مشكل،
يكون حلال، ولكن حلال في حدود المعقول لأتمام. لكن الشخص يشريها بريال ويبيعها ب 700 ريال، هذا راه ما بقاتش تجارة حلال، هذا راه ولا مصائب، هذا راه ولا منكر. هذه انتبهوا في المجتمع، عندنا تفاهة وعندنا سفاهة في المجتمع الآن. وفي المعلومة الأخيرة هي جميع الأشخاص الذين صدقوا وانزلقوا، نحن لا عليهم، لا انزلقوا مع الكهنوت وصدقوا بأن الدكتور محمد فايد كافر وملحد وتؤديه الكنيسة ومع الماسونية وباع دينه، الأشخاص اللي صدقوا الكهنوت وانزلقوا غلطوا معنا، غلطوا في حقنا، لا نطلب منهم إلا أن يتركوا القناة ويشرقوا فمهم بالدارجة، غير يخلع القناة. أنا نقول له خرج من القناة، أنا لا أعيش من القناة، يشرق فمه، يخرج من القناة ويشرق فمه إلى الله يشرقه. أنا ما عنديش أنا في هذا اللي كينبحوا هذو قنوات هذو، يعني سلقوط يتجرأ على دكتور ينشأ قناة ويسجل فيديو على الدكتور. كاين واحد شادي واحد القناة راه على وزن شدود، غير الشين بدلوه بواحد الحرف آخر، واحد القناة، هو قناة على اليوتيوب وكذلك كيكتب في المنتدى وملي كيب هذا كان يعني. المهم هذاك السلقوط عرفته، هذا هو اللي سميته أول واحد، سميته السلقوط. هذيك ها على وزن شدود بدلو غير الشين، هذيك راه غير السلقوط ديالنا، هو اللي كيعمل حتى الشورتس بالصفر اللي فيه من العشاب، هو نفسه، هو الشخص نفسه، فقط اللي يبقى المعلم معلم والتلميذ تلميذ واللي يبقى يعني الكبير كبير والصغير صغير فقط، هذا. لكن القيم أقوى من المال، والقيم راه ليست سهلة، تحمل مسؤوليتك معها. القيم راه ليست سهلة، القيم راه فيها الجوع وفيها الصبر على الأذى، وفيها كان شخص يقدر يصبر لهذا الكهنوت لسنة كاملة، كهنوت العالم من مصر والسعودية والكويت والجزائر ويعني وكندا والولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا، هذا الشيخ العبوس في هولندا يعني، وهذا يعني هذا النمسا كذلك، هذا حلو في الغابة ديال النمسا، شخص يصبر القيم عند يعني القيم عند أصحابها قوة، الله كيعطيك قوة، القيم عند أصحابها، يجب أن تكون قوي وأن تصبر. وليس لو كان شخص كون عمل السكر انا كون اصيب بالسكري، لا علي، انا كنت اضحك ولا زلت اضحك، والنصائح لا زالت هي على القناه، ولم اغير اي شيء، وما قلته لا زلت اؤكده. المراه الحائض تصوم، المراه الحائض تصوم، لا زلت اؤكدها، شنو اين المشكل؟ لكن هناك كذب. الدكتور محمد فايد يقول الخمر حرام، حلال، احل الخمر، اتحداك طلع مقطع في انا اقول الخمر حرام حلال، اتحداك، ليس هناك مقطع على اليوتيوب يقول الدكتور محمد فايد بأن الخمر حلال، يكذبون عليكم ويضحكون عليكم. لكن الناس بسطاء، كيشوف غير العنوان على المينياتور ويصدق ولا يسمعش الفيديو. أنا ذاك الكسل يعني، ذاك العجز التام، ذاك الفشل في الشخص، قالوا لنا بأنك كافر، جيد هذا الأمور لا زالت عليك، لا زال هناك نباح، لا زالوا ينبحون وينعقون ويشيقون، يعني لا زال هناك أشياء يعني لا أهتم بها. المهم لا أهتم بها، المهم النصائح لا زالت هي، وسنبقى معكم إن شاء الله. والدكتور محمد فايد مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يحفظ كتاب الله، والباقي كله أنتم تعلم بأن لا بد من الوسخ والعفونات، لا بد منها. النساء في البوادي الآن تقول فايد كافر ولا خدام مع النصارى بالدارجة، يعني كيف تقنع هاد البسطاء هادو اللي الكهنوت الآن محنط العالم، الكهنوت محنط العالم الآن. علي عموما إن شاء الله هناك كثير، لكن دائما أتوقف لأوضح هذه الأمور إن شاء الله، وسنبقى معكم، وتحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم.